السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله حصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا في إطار استعداد الفروض المحروسة، ونبدأ الآن بموضوع خاص بدراسة دالة. وكما لا يخفى عليكم أن الموضوع الخاص بهذه الدراسة يكون دائما موضوعا شاملا ويأخذ حصة الأسد من حيث النقط، لهذا أنصحكم دائما بالتعامل مع هذه المواضيع بجدية وعن البحث، وكذلك يجب إنجاز مجموعة من التمارين بهذا الصدد حتى تستوعبوا كل المفاهيم التي سبق وأن درستموها بهذا الصدد. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. لتكن الدالة العددية المعرفة كما ترون x موانزا موان غاسين دو سير x سير غاسين دو x سير x موانزا، ليكون c دو f منحناها إلى آخره. إحنا بطبيعة الحال سأقتصر هنا فقط على الأسئلة الخاصة بكل ما دون رسم المنحنى، ليس أدع رسم المنحنى إلى فرصة مقبلة إن شاء الله. إذا أولا حدد مجموعة التعريف ديال الدالة، ادرس اتصال الدالة على المجال دي اف، احسب ليميت اون ان بلس وأعطي تأويلا هندسيا، احسب ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني اون مو لانفيني، ثم بين ان سي دو اف يقبل بجوار بلس لانفيني مو لانفيني مقارب مائل معادلته ايكغيك ايكال اكس موان دو. خامسا ادرس الوضع النسبي. سادسا ادرس قابلية الاشتقاق على اليسار اللي هي الصفر، بين ان اف قابل للاشتقاق على دي موان زيرو. اذا ثم احسب اف بريم دو اكس جدول التغيرات، اكتب معادلة المماس بين ان المنحنى يقطع المحور او اكس في نقطة واحدة الفا. السؤال 11 بين ان الفا موان الفا على بوزيسيون انتير اتيكال ا، ليكون جي قصور الدالة على المجال اي، بين ان جي تقبل دالة عكسية جي موان زا محدد مجموعة تعريفها، بين ان جي موان زا قابل للاشتقاق على ان بلس انفيني، ثم اخيرا بين ان جي موان زا بريم دو زيرو ايكال دو الفا موان زا على بوزيسيون 3 ان بلس دو الفا موان زا على بوزيسيون 3. إذا مبدئيا أقول لكم بأن هذا الموضوع ليس من المواضيع السهلة، فهو من المواضيع التي الشاملة بطبيعة الحال التي تضم مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرق على في الامتحان. إذا لهذا أولا يمكنكم توقفوا الفيديو وتقرأوا الأسئلة بتمعن حتى تستوعبوا الأسئلة ثم تجيبوا عنها الواحدة بعد الآخر، وفيما بعد ذلك يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم أو يمكنكم متابعتي مباشرة على هذا الفيديو، حتى لأني سأطرح بعض الإشكاليات وبعض ليزاستوس أو ليتريك فيما يخص بعض النقط من هذه الأسئلة. إذا على بركة الله، أول سؤال هو حديد مجموعة التعريف. إذا فكما يقول اوغوزومون يعني ما بقاش يطرحوا في الامتحان الوطني هذا السؤال، نظرا لماذا؟ لأنه يكتسي صبغة طبعا الحال لأنه له تأثير مباشر على بقية الأسئلة، ففي حالة ما إذا أخطأ الطالب في هذا السؤال فكل الأسئلة بطبيعة الحال مرتبطة بهذا السؤال، رغم أن السؤال يكون دائما يأخذه في حدود نقطة أو نقطة ونصف، ولكن تأثيره يكون كارثيا في حالة عدم الجواب الصحيح. إذا فأصبح اليوم من امتحانات البكالوريا أصبح السؤال يطرح دائما، يا إما أن يقول لك مثلا بين أن مجموعة تعريف الدالة هي كذا كذا، أو مسبقا يقول بأن ليتكون الدالة F معرفة على المجال تل. إذا هنا طبعا الحال هذا السؤال فهو من الأسئلة المهمة التي يجد الطالب صعوبة فيها بعد طبعا الحال. إذا فوالا فوزافي F دو X إتيكال X موان زا موان غاسين دو X سور X موان زا. إذا طبعا الحال المجال التعريف خاصك تكتب فوالا سي لونسومبل دي X كابارتيان R تل كو لو بلوز امبورطون بوغ نو، هو خاص يكون هذا ما بداخل الجذر، اول حاجه خاص يكون اكبر او يساوي الصفر، ولكن دون ان ننسى المقام خاص يكون يخالف الصفر. اذا باش ما نغلطش في هذا المجال التعريف تنصحكم دائما ديروا واحد الجدول. غتقول لي علاش؟ لانه اللي غيعطيك، لان هذه خصوصا بهذه متراجحه. اذا غادي عندنا في تتكون من البسط اللي هو اكس مو اكس، وعندنا المقام اكس موان زه، وعندنا لو كوسيون اللي هو اكس سور اكس موان زه. اذا عندنا فهي تنعدم كاين الصفر وكاين الواحد، ولكن بما ان اكس موان زان ديفيرون دو زيرو يعني ان اكس غتكون ديفيرون
دو واحد غندير جوج خطوط هنايا. اذا ارتحيت من هذا الجانب هذا، تبقى فقط خصني نشوف هذه لينيكواسيون وقتاش تكون موجبه. اذا بالنسبه لاكس فهي تنعدم هنا تاخذ اشاره بوزيتيف هنا، بالنسبه لاكس موان زان فهي تاخذ اشاره ا هنا بلوس وهنا موان، دوك غتعطيني هنا بلوس وهنا موان وهنا بلوس. اذا ما يهمني هو لو بلوس، اذا فالمجال التعريف مباشره تلاحظوا بان هنا كاين هنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني، دوك غندير موان لانفيني حتى الزيرو اونيون ا خارج دونك ا بلوس لانفيني. دونك هذا هو المجال التعريف. اذا تلاحظوا بان الطريقه ديالو ليست من الامور السهله، اذا لابد خاص يكون كل طالب تعرف هذه الامور هذه كيفاش يخدمها. اذا السؤال الثاني وهو دراسه اتصال الداله، يعني ايتيدي لا كونتينيتي دو اف دون لو دومين bien sûr de définition. Donc je pars de temps à autre en français pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre de quoi il s'agit. Donc la continuité d'une telle fonction, et donc la fonction faya moukouana mène deux fonctions. La fonction loula qui est tout x fait correspondre x moins 1, ou traf bi en nehed della faya moutasila à la r, ça fait il amma, ou bil khosous à la majel yatawna ou i. Kadelika binisba. La fonction x, x sur racine de x moins 1, pardon, la racine de tout. Donc, ça y est, bien sûr, ça y est, moutassila à la majel tarif diela. Ou bien, ça y est, na koul bi anna f, ça y est, moutassila à la majel tarif. Kounouha mourakabatan min dalletain moutassilatain à la d2f. إذا نمر الآن السؤال الثالث هو اللي حسب الليميت دو اف دو اكس اون ان بلس، وأعطي تأويلا. إذا فوالا دونك لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى ان بلس، دونك هي لا ليميت لوسكي تون فيغ ان بلس دو اكس موان زان موان غاسين دو اكس سور اكس موان زان. إذا بالنسبة لهنا مكاينش إشكال لأنه في زيرو. إذا الإشكال كاين هنا غتعوض هنا اكس باغ ان 1 sur 0, mais 0 plus ou 0 moins, l'an x il est 1 plus, ça veut dire que x a akbar min 1, ou bien il y a 0 plus, ou 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, mais le moins, il y a moins l'infini. Et dans le mode, il y a ça, il y a un c de f, il y a un c de f, معادلته x égal à 1. Sual 4. La limite de f de x en plus l'infini. Rétabait hal hada limite dialha c'est 1. Racine de 1 c'est 1. Rétabait moins 1. Ou la limite de x moins 1 ou plus l'infini. Donc on dirait directement blé mon qu'on n'y a l'autre fait. Donc la limite de f de x en moins l'infini ça sera donc moins l'infini. Pour tout ce qu'on cherche à savoir, on va faire un d'art. Rétabait hal hata n'f sera mzien. Donc la limite de f de x. دابا غندير ندرسو المقارب المائل، يعني غندير ليفين دو اف دو اكس موان اكس موان دو، ستادير لا ليميت اون بليس او بيان موان لانفيني، غتبقى عندنا ان موان غاسين دو اكس سور اكس موان زان، لأن شدينا اف دو اكس موان اكس موان دو غتعطينا هادي، اوغ لا ليميت ديال هادي سي ان، دونك ان موان ان سي زيرو، إذا اوتوماتيكمون غنقولو بأن الدلتا ديال المعادلة إكغيك إيكالا اكس موان دو فهو مقارب مائل بجوار بلس او بيان موان لانفيني بالنسبة للمنحنى سي دو اف. السؤال خامسا، إذا دابا ندرسو الوضع النسبي. إذا الوضع النسبي يقتضي منا تحديد إشارة اف دو اكس موان اكس موان دو، وقلنا هي ماذا؟ هي ان موان غاسين دو اكس سور اكس موان زان. إذا هنا بالنسبة لهذا ممكن ندير واحد الطريقة اللي هي مهمة، يمكن لي نضرب في لو كونجوغي، يعني غنضرب في لو كونجوغي ديال هذا اللي هو ان بلس غاسين دو اكس سوغ اكس موان زان، وتتعرفوا بان بغيت نضربو في الكونجوغي غتولي عندنا ا موان بي فوا ا بلس بي هي ا كاري موان بي كاري، ستادير ان موان غادي يحيد هاد الغاسين غتبقى اكس سوغ اكس موان زان سور ان بلس غاسين دو اكس سوغ موان زان. نتمنى الطالب يفهموني اشنو درت هنا لان مابقاش عندي فراغ بزاف. درت هنا جي ضربت في الكونجوغي، يعني ضربت ان بلس غاسين دو اكس موان زان، دونك خصني ضربت ان بلس خصني نقسم عليه كذلك، اوغ ان موان غاسين
فوا ان بلوس غاسين غتولي هي ا كاري ستادير ان موان بي كاري، بي كاري غادي يمشي لو غاسين وغتبقى هاد المسألة هادي ستادير دونك سي جو مي او ميم دينوميناتور غتبقى عندي اكس موان ز موان اكس، اكس موان ز موان اكس غتبقى موان ز، دونك غتعطيني هنا موان ز سور اكس موان ز، غنهبط هاد اكس موان ز فوا ان بلوس اكس سور اكس موان ز. إذا تلاحظوا بأن إشارة f دو x هي إشارة هاد موان ز سور x موان ز، بمعنى إذا كانت x أكبر من واحد غتكون هاد x موان ز غتكون موجبة مع هاد الموان غتولي سالبة، أما إذا كانت x أصغر من موان لفيني بارتي موان لفيني زيرو يعني غتكون هاد لابارتي هاد x موان ز غتكون سالبة، وبالتالي مع هاد الموان غتولي موجبة ستكون سي اف غادي يكون فوق الضيطة، وهذا ما سأترجمه كتابة. إذا مابقاش لي فين ذاك لأن هناك بعض الأسئلة أخرى لم أتطرق إليها، دونك أدرس صافي حسبنا السؤال الرابع نعم جيد، إذا أدرس الوضع النسبي إذا هو السؤال الخامس نعم سي بيان مكاينش مشكل. إذا قلنا اف دو اكس موان اكس موان ز أو اكس موان دو باردون سي بيان سا، دونك لو وجدناه يساوي موان ز سور اكس موان ز فوا ان بلوس راسين دو اكس سور اكس موان ز، وقلنا بان الاشاره ديال اذا سي اكس ابارتيان حيت المجال التعريف عندنا موان لانفيني زيرو ستادي غتكون اكس موان ز غتكون سالبه، واذا الا كانت سالبه ستادي كو هاد موان ز سور اكس موان ز غادي يكون موجب، وبالتالي اف دو اكس غتكون فوق اكس موان دو، بمعنى ان سي دو اف غتكون فوق المستقيم الدلتا، بينما الا كانت اكس ابارتيان ان بلوس لانفيني غادي يكون العكس طبيعة الحال، سي اف غادي يكون فوق الدلتا تحت الدلتا. اذا هذا فيما يتعلق ب الوضع النسبي. قابلية الاشتقاق، اذا قابلية الاشتقاق على يسار صفر، اذا هنا فخاصنا نوجدو اولا اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو اللي هي اكس موان ز موان راسين دو اكس سور اكس موان ز موان اف دو زيرو سيتادير بلوس ان سور اكس موان ز، دونك اون فا سامبليفي، دونك سي جو ديفيز دونك il me reste اكس لاننا عندي موان ز مع بلوس ان غتمشي غتبقى x سور x موان 0، دونك هنا باردون هنا x موان 0، إذا غتبقى عندي x سور x شناهي هي 1 موان 1 سور x غاسين دو x سور x موان 0. ألوغ باغ كونسيكون لا ليميت دو f دو x موان f دو 0 سور x لوغ x تون فيغ 0 موان سا سوغا دونك لا ليميت اون 0 موان دو 1 موان 1 سور x غاسين دو x سور x موان ز. الوغ ستادير ايكال ا كوا؟ دونك ات ايكال ا ليميت لوغ x تون فيغ 0 موان دو 1، دونك هاد عندنا موان 1 سي x نقدر نكتب ليها بحال كوا نكتب 1 بلوس 1 سور موان x، غتعرفوا علاش كتبت هاد الامور هادي من خلال ما ساكتبه بعدها. فوالا، إذا ما تنساوش بأن x أصغر من صفر، إذا إلا كانت x أصغر من صفر موان x غتكون أكبر من صفر، وبالتالي عندي الحق باش ندخل هاد موان x اللي غندخلها داخل الجذر، بمعنى غتولي عندي هنا x فوالا وغندير هاد موان x جو بو لو فيغ أو كاري وغتبقى عندي x موان ز، دونك سا سوغا دونك لا ليميت أون زيرو موان، غتولي عندي هنا اكس كاري، الوغ اكس كاري اكس مع اكس كاري غتسامبليفي غتبقى عندي ماذا 1 بلوس غاسين دو اكس سور اكس فوا اكس موان ز، الوغ كون جي سامبليفي دونك اون باغ اكس دونك غتبقى 1 سور اكس فوا اكس موان ز. اذا بما ان اكس ساتون فيغ 0 موان دونك هذا 0 موان ز سي موان ز، دونك مع 0 موان غتولي 0 بلوس 1 سور 0 بلوس دونك سي بلوس لانفيني افيك ان دونك سي بلوس لانفيني، الوغ غادي نقولوا بان سي دو اف فهي غير قابله للاشتقاق عن يسار الصفر
وبالتالي فسي دو اف يقبل نصف مماس اتجاهه نحو طبيعة الحال الأسفل. Donc je répète, alors puisque la fonction n'est pas dérivable à gauche de 0, on dit dans ce cas que la fonction, bien que la courbe représentative de la fonction admet une demi-tangente orientée vers le bas. Alors question 7. Donc question 7, voilà. Donc jusqu'au question 9. بين أن f قابلة للاشتقاق. إذا باش نبين أن f قابلة للاشتقاق عندنا هنا جوج دوال، عندنا لا فونكسيون قلنا x كي توت x في كورسبوندر x موان زان، وعندنا الدالة الأخرى غاسين دو x سور x موان زان. تعرف بأن الدالة الأولى فهي ديريفابل، أي قابلة للاشتقاق على r وبالأحرى على df موان زيرو. كذلك بالنسبة لهذه فهي ديريفابل سور df موان زيرو، ما نساوش بأن كذلك دالة متصلة. إذا وبالتالي غنقولو دونك f اي ديريفابل سور df موان زيرو، يعني أن الدالة قابلة للاشتقاق على المجال دي دو f موان زيرو. ألوغ سؤال 8، قلب على f بريم. بما أن الدالة f قابلة للاشتقاق، هنا في هذه الحالة غنقلب على f بريم دو x. ألوغ f بريم دو x سوغا x موان زان لا ديريفي دو x موان زان موان بطبيعة الحال لا ديريفي ديال غاسين دو x سور x موان زان. فوالا. ألوغ بالنسبة لا ديريفي ديال هذه سي تري فاسيل، سي أن. بقات لا ديريفي ديال لا فونكسيون غاسين. ألوغ فو لو سافي، دونك فو أبليكي لا فورمول، هي لا ديريفي ديال سوغ دو فوا غاسين دو x سور x moins 1. Alors pour ne pas se tarder, donc je vais vous donner la dérivée de x sur x moins 1. Donc ça restera toujours moins avec le moins, ça devra donner en fin de compte 1 sur 2 x moins 1 au carré racine de x sur x moins 1. Alors vous remarquez bien sûr qu'il est totalement positif, ça veut dire que la fonction elle est bien strictement croissante. وبالتالي المجال أو جدول التغيرات غادي يكون على هذا الشكل. دونك عندنا x، دونك فوالا f بريم دو x، فوالا f دو x، دونك عندنا موال لانفيني، عندنا 0، عندنا 1، عندنا بلوس لانفيني. دونك فوالا، عندنا دابغي لو دومين ديفينيسيون، عندنا لا فونكسيون ني با ديريفابل او بوان 0، دونك عندنا دي كيلي توتالمون بوزيتيف. دونك فوالا، فوالا. دونك ici c'est moins l'infini, on a trouvé ici moins 1, ici on a trouvé moins l'infini plus l'infini. Alors là il faut faire très attention, comme le domaine de définition a un tâtir à la mabakia. Et dans le majeur tarif, la fonction n'est pas définie ici. Donc la fonction n'est pas définie en temps 0, 1, donc le tableau de variation restera tel que vous voyez donc devant vous. Alors, on va aller d'abord le tamrin ou le sual à la raqam 9 اللي هو يتعلق بمعادلة المماس في النقطة 0، دونك f نقطة 2، دونك هو f بريم دو 2 فوا x موان 2 بلوس f دو 2. دونك يسيفي دو شيرشي f دو 2 اللي هي 1 موان غاسين دو 2 و f بريم دو 2 دونك سي 1 بلوس 1 سور 2 غاسين دو 2. ألوغ دونك فو زالي y سي كوا؟ سي 1 بلوس 1 سور 2 غاسين دو 2 فوا x موان 2 plus 1 moins racine de 2. Vous pouvez la développer ou bien les laisser tel qu'il est. Alors, سؤال 10. إذا سؤال 10 واش وصلنا ليه دونك؟ دونك ندوزو السؤال 10 في جهة أخرى. إذا فوالا. إذا سؤال 10 بين أن المنحنى يقطع المحور في نقطة واحدة. إذا هذا يحيلنا إلى ما يسمى بمبرهنة القيم الوسطية، دونك لو تيوغام دي فالور انترميديير. ألوغ كي سو باز سور تروا كونديسيون. ألوغ لا بروميي كونديسيون كو لا فونكسيون سوا كونتينو، دوزيام كونديسيون لا مونوتوني كي كرواسونت ولي كرواسونت، إي لا تروازيام كونديسيون إل فو كو ليماج دو vous avez l'intervalle par exemple 2 et 5 demi, il faut que f de 2 fois f de 5 demi soit négatif. Et donc, quand je me rends compte de ça, il y a l'arabia. Et donc, il y a de la f fait ya mutasila. Et donc, mutasila à la al-majal d'yelha li huwa df. Ou à bil khusus,
ما يهمنا هو المجال اللي عطاونا اللي هو 2 5 دومي. كيف هي المجال، عفوا في المجال 1 بلس لانفيني، باردون، على المجال 1 بلس لانفيني، دونك على المجال 1 بلس لانفيني. هذا من جهة الصورة ديال 1 بلس لانفيني بما ان الدالة فهي تزايدية، او من خلال الجدول ديال التغيرات غنقلوا الصورة اللي هي هذه مول لانفيني بلس لانفيني. وبما ان الصفر ينتمي الى هذه الصورة اللي هي مول لانفيني بلس لانفيني، نقول il existe un certain alpha appartenant à 1 plus l'infini tel que f de alpha égale à 0. إذن من جهة أخرى ما يهمنا هو الانترفال اللي عطاونا. إذن f de 2 اللي هو 1 moins racine de 2 اللي هو نيجاتيف، و f de 5 demi vous pouvez le trouver هو 5 demi moins 1 دونك عطاني هو 3 دومي موان غاسين دو 5 سور 3. دونك فوز علي فيغ فوتر كالكول كيك شوز بوزيتيف، سيتادير كو اف دو 2 فوا اف دو 5 دومي الي نيجاتيف. اذا من خلال هاد الشروط الثلاثة يمكننا القول بانه اليكزيست ان سيغتان الفا ينتمي الى الانترفال اللي عطاونا تيل كو اف دو الفا ايكال ازيرو. إذن هاد مباراة القيم الوسطية خاصكم تركزوا عليه بزاف لأنه تتلاح في الامتحان الوطني. إذن السؤال 11، بين أن، إذن بين أن هنا بالنسبة لقينا بأن إذا أنسرتنا ألفا تيكو إف دو ألفا إيكال زيرو، سافو دير كوا ألفا موان زان موان غاسين كذا إيكال زيرو، يعني إيكال غاسين دو ألفا سور ألفا موان زان. حنا خصنا نوصلوا لهاد واحد النتيجه اللي عطاونا همايا، سيتادير سي جو مي او كاري سيتادير الفا سور الفا موان ز او كاري غتمشي للغاسين ايتيكال الفا موان ز او كاري. اوترومون دي سيتادير كو الفا ايكال هاد الفا، هادي شد هاد الفا موان ز ونضربها هنايا غتعطينا هي الفا موان ز على بويسونس 3. سيتادير كو si je passe à la racine cubique, c'est-à-dire que alpha moins 1, la racine cubique de alpha moins 1, sera égale à la racine cubique de alpha. Had la racine cubique de alpha, ou bien je la laisse telle qu'elle est, on va dire alpha à la puissance 1 sur 3. Wabitali, nakoul, bi anna alpha moins alpha à la puissance 1 sur 3, égale à quoi? Égale à 1. Donc, on va dire, 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 on va dire. Donc, voilà, on va dire, السؤال. السؤال 12. الوغ سؤال 12 بين بان الداله تقبل داله عكسيه. اذا عطاونا جي هي قصور الداله هي اف دو اكس اللي هي اكس موان ز موان غاسين دو اكس سور اكس موان ز، بحيث اكس تنتمي الى المجال اي اللي هو 1 بلس الانفيني. اذا السؤال وهو بين ان الداله تقبل داله عكسيه. اذا عندنا جي فهي داله متصله على المجال اي وتزايديه كذلك عليه. اذا هاد الشرطان يبينان ان جي تقبل داله عكسيه جي موان ز معرفة على مجال جي اللي هو الصورة ديال اي اللي يمكن ناخذه من خلال الجدول التغيرات بكل سهولة. اذا فهذا يعني ماذا؟ دونك بصفة ريادية جي موان ز فهي معرفة على ار نحو اي كي توت اكس في كوريسبوند جي موان ز دو اكس ايكال ايكغيك. اذا هذا يمكن اضافتها في حالة قالك حديد جي موان ز دو اكس. اذا غندوزو الان السؤال السي الاخير. اذا جي موان ز بريم جي موان ز بريم دو اكس زيرو بصفات عامة من خلال الدرس، وتنديرو ان سوغ جي بريم جي موان ز دو اكس زيرو. اذا بالنسبة لينا حنايا جي موان ز بريم
de 0. Ça sera donc 1 sur g', g-1 de 0. Alors, connaissant l'existence de certaines alpha, telles que g de alpha égale à 0, ça veut dire tout simplement que g-1 de 0 est égal à alpha. وبالتالي إذن g-1' de 0, ça sera donc 1 sur g' de alpha. Connaissant g' de alpha, il y a 1 plus 1 sur 2 alpha moins 1 au carré racine de alpha sur alpha moins 1. Donc je vais développer, si vous voulez, head g' de alpha. Donc g' de alpha, ça sera donc 1 plus. Donc si je fais donc 1 plus, c'est bien ça. Donc on a dit alpha moins 1. Donc c'est bien ça. Oui, donc je vais, voilà ce que je vais faire. Donc head alpha moins 1, c'est-à-dire je vais garder head 2. Donc head alpha moins 1, si je le fais entrer à l'intérieur, alpha moins 1 au carré. دون أن ننسى بأن alpha moins 1 est positif. Donc غتولي à la puissance 4. وعندنا alpha هذه sur alpha moins 1. Donc c'est-à-dire c'est 1 plus 1 sur 2 racines de alpha fois alpha moins 1, 3. C'est bien ça. Alors, si je continue même, غتولي هي 1 plus 2 racine de alpha, alpha moins 1, 3, sur 2 racine de alpha fois alpha moins 1, 3. وبالتالي j'ai moins 1 prime de 0, ou le maqloub, ديال هذه قلنا هو المقلوب 1 sur g prime de alpha, c'est-à-dire ça sera donc 2 racine de alpha, alpha moins 1, à la puissance 3, sur 1 plus 2 racine de alpha fois alpha moins 1, 3. C'est bien ça. Et donc, من خلال هذه ما تنساوش بان السؤال اللي كانوا بينو كيستيون غنكتبها لكم هنايا دابري لا كيستيون دابري لا كيستيون 11 on a démontré que alpha est égal à alpha moins 1 à la puissance 3 هي من جمينا جبنا هذه في لو ديبار اذا غادي نعوض دابا جي موانز 1 بريم دو 0 غادي نعوض الفا بقيمة ديالها اللي هي امامكم الان اش غتولي عندي غتولي عندي هنا 1 بلس عفوا غتولي هنا 2 غاسين دونك الفا هي قلنا هي الفا موانز 1 على بويسونس 3 فوا الفا موانز 1 على بويسونس 3 غتولي الفا موانز 1 على بويسونس 6 سور 1 بلس 2 غاسين دو الفا موانز 1 على بويسونس 6 سي بيان سا دونك C'est-à-dire 2 racines de quelque chose au carré, et un alpha moins 1 à la puissance 3 au carré. Donc, il y a la valeur absolue de alpha moins 1 à la puissance cubique, qui est alpha moins 1 à la puissance 3. Et donc, nous avons dit, racine de n'importe x au carré, il y a la valeur absolue du x. Donc, la racine de alpha moins 1, voilà, il y a à la puissance 3. À la puissance au carré, il y a alpha moins 1 à la puissance 6. Normalement, il y a racine, il y a la valeur absolue de alpha moins 1, 3. Bima n est positif, il y a alpha moins 1 à la puissance 3. Ou qu'il y a 2 sur mada alpha moins 1 à la puissance 3. Donc voilà, j'ai moins 1 prime de 0. Ou qu'il y a un job, il y a un SOL. الأخير إذن هناك طبيعة حال تبقى لنا السؤال ديال إنشاء
ديال الداله سي دو اف وسي دو اف موان زان، ما بغيتش ندرجوه في هذه الحصه هذه لانه مازال ما وصلتوش هذا الانشاء ديال دي المنحنيات، بغيت نخليه حتى حصه اخرى ان شاء الله. طبعا الحال كاين هناك دوال في سبق لي طرحت مواضيع خاصه بدراسه الدوال، يمكن لكم ترجعوا ليها في لا بلاي ليست ليتود دو فونكسيون. دونك هنا مجموعه من المواضيع الامتحانات التي سبق ان طرحت سواء في المغرب او غيرها، يمكن لكم ترجعوا ليها، فهي مواضيع مهمه جدا تقتضي منكم بطبيعة الحال المراجعة بطبيعة الحال، وتكونوا فاهمين الدرس مزيان ويكون غير خير إن شاء الله. إذا أتمنى لكم التوفيق، ما تنسوناش من لي لايك، ما تنسوناش من الدعاء، وإن لم يكن لي لايك ما تنسوناش غير من الدعاء الوالدين بالمغفرة والرحمة، وهذا ما سنربحه منكم إن شاء الله. إذا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.